تحت عنوان الإعلام منصة العالم، واستكمالا للمقترحات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمر الوطني الأول للإعلام وبحضور وزير الإعلام محمد رامز الترجمان ونائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، تم توقيع كتاب حق المواطن في الإعلام ضمن فعاليات معرض الكتاب 29 في مكتبة الأسد الوطنية. وخلال لقاء مفتوح أكد وزير الإعلام على أهمية دور الإعلام بما تتعرض له سوريا وأهمية تطوير أدواته ووسائله في ظل التقدم التكنولوجي المعاصر والتحديات التي يواجهها. ما حدث اليوم هو عبارة عن استمرارية لمؤتمر حق المواطن في الإعلام، وكان هناك عبارة عن نقاش مفتوح تم تدارس وتم نقاش حول أهمية هذا الإعلام الوطني السوري بشقه العام والخاص، أين نجح هذا الإعلام وأين أخطأ هذا الإعلام وكيف يمكن دعم هذا الإعلام لاستمرار بمسيرته ومهنيته. بدوره أكد المقداد على أن ما تحمله الإعلام السوري من مسؤوليات لم تستطع إمبراطوريات إعلامية تحمله، مشددا على أن من رسخ البعد الوطني في مواجهة الحرب التي تشن على سوريا هو الإعلام السوري. العمل الإعلامي في سوريا كان دائما في خدمة الشعب السوري والمواطن السوري، أي أنه إعلام توعوي، إعلام يعطي الحقيقة للمواطن وينير له الدرب في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الوطن، وهذا هو المطلوب من الإعلام السوري الآن في وضع استثنائي، في وضع خطير. مصير الوطن معلق وهنالك من يدافع عن هذا الوطن ويصر بصموده الأسطوري على تحقيق تطلعات الجماهير، هذا هو الإعلام الذي نريد. اللقاء ضم نخبة من الشخصيات السياسية والفكرية والإعلامية والذين أكدوا بدورهم على أهمية الإعلام السوري وضرورة تطبيق المقترحات والتوصيات التي تضمنها الكتاب في المرحلة القادمة. العراق سقطت إعلاميا قبل أن تسقط عسكريا، وكذلك مصر وتونس وليبيا، ولكن سوريا صمدت إعلاميا، لم تسقط سوريا إعلاميا، بل على العكس انتصرت إعلاميا، وهذا بفضل الإعلام الوطني السوري وفضل الإعلاميين، ليس بفضل الإدارات وإنما بفضل الإعلاميين المتواجدين في المؤسسات الإعلامية الذين كانوا خطوة بخطوة مع الجيش العربي السوري في كل المناطق. اللي تميز المعرض هاي السنة بكثير من العناوين اللي هي وليدة الأزمة، ومن هاي العناوين ما يخص الإعلام، وهذا بيدل على دور الإعلام الفاعل بالمجتمع، وحتى عند الإعلام صار عندهم صورة مختلفة عن أهمية دورهم بالمجتمع. فحق المواطن بالإعلام كتير هذا العنوان مهم ينشغل عليه، وكتير المواطن يحصل على حقه من الإعلام ويأخذ أجوبته من الإعلام. هذه ظاهرة، هذه بادرة طيبة جدا من وزارة الإعلام، هي توثيق كل ما جرى في المؤتمر في كتاب. هذا الكتاب سوف يتحول إلى خطة عمل باعتباره يتضمن مقترحات وتوصيات ورؤى مستقبلية لسوريا الحديثة. ما زلنا في البداية فيما يتعلق بألف باء التغيير، لكن لدينا أمل، يعني بعد المؤتمر السابق أصبح لدينا أمل، لأن هناك من يريد أن يسمع، أن هناك من يريد أن يفهم، وأرجو أن يبقى هذا الأمل قائما. الهدف الأساسي من هذا الكتاب وضع وثيقة بين يدي القارئ والمهتم للقادم من الأيام، في حال كان هناك مؤتمر إن شاء الله ثاني وثالث وعاشر، فيمكن الاستناد على ما تم إنجازه وما نفذ وما لم ينفذ. على كل الأحوال تعودنا في المؤتمرات أن تكون شكلانية، هذا المؤتمر يختلف عن غيره برعاية السيد وزير الإعلام ودعمه ومساندته. نأمل أن يجد القارئ والمهتم في مجال الإعلام الفرصة بين دفتي هذا الكتاب لمعرفة المزيد في هذا المجال. يذكر أن الكتاب يضم كل الأوراق التي قدمت في المؤتمر الوطني الأول للإعلام المنعقد في نيسان الماضي، بما فيها ردود الأفعال وما كتب عن المؤتمر والمؤتمرين في وسائل الإعلام.